بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا الحادي عشر ضمن انطلاقات وتحديات هذه الفترة الصباحية مع هذه الأشواط العامة. ثاني أيام الجذاع بينما هو سادس أيام هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، توجيهات سامية من المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تقام هذه المهرجانات وهذه السباقات هنا على أرضية ميدان الشحانية، هذه السباقات التي تضم وتحتضن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين توافدوا إلى أرضية الوطن للمشاركة في هذا المهرجان الغالي وفي جميع مهرجانات هذا الموسم. نبدأ ونتعرف وإياكم أيها الحفل الكريم على شوطنا الحادي عشر المخصص للجذاع البكار، والمركز الأول والمقدمة مع الطيارة حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، من يحتل المركز الأول مع الطيارة مع قيادة هذا الشوط. الدور والنقلة عند المركز الثاني، من تتقدم على المركز الثاني؟ تتقدم فيه هنا هملولة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. الدور والنقلة عند المركز الثالث، من الجانب الأيمن تقير مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل الوثبة مسلم بن رملي بن محمد العامري من يتواجد مع الوثبة على المركز الثالث. الدور والنقلة عند المركز الرابع، مهندة تصل إلى المركز الرابع، مبارك بن سالم بن خجيم العذبة المري من يتواجد مع مهندة على المركز الرابع. والمركز الخامس الفاتنة لعلي بن فايل بن حمد الزرعي من يتواجد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نرجع وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، الصدارة والمقدمة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هنا مع الطيارة من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط، ولكن دخول وتقيير من الوثبة. الوثبة هنا من تشاركنا في هذا الميدان، ميدان الشحانية مع الوثبة من تتحرك من الجانب الأيمن، من غيرت إلى الجانب اليمين، الجانب اليمين إلى المركز الأول هذه الوثبة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، هذه انطلاقة التحركات والتقدم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان لشوطنا. ونبدأ ونتعرف وإياكم على المركز الثالث، من تتقدم على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان؟ نلحق بركب المقدمة لكي نتعرف وإياكم على المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث. شوف المنظر لهذا التجمع الخليجي الذي يجمعنا بحضراتكم. نتابع المركز الثالث من تتقدم فيه، هنا القدوم والوصول من هملولة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري، دخول من الجانب الأيمن. الفاتنة من تدخلت من الجانب اليمين تعود ملكيتها لعلي بن فايل بن حمد الزرعي، وعلى المركز الخامس تقدم من المركز الخامس في هذه اللحظات. من تتقدم مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل؟ هنا مهندة المبارك بن سالم بن خجيم العذبة المري على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة هنا مع الوثبة، مسلم بن رملي بن محمد العامري من يتواجد مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط ومع الانطلاق. يا سلام يا سلام، هذه الوثبة وانطلاقاتها وتحركاتها
على مقدمة هذا الشوط. الوثبة 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 هنا مع الصدارة مع مسلم بن رملي بن محمد العامري، بينما وصلت في هذه اللحظات على المركز الثاني الطيارة لحمد بن علي بن حمد. ألف هيدا المري عينها على الناموس، عينها على المقدمة في هذا الأداء الجميل. المركز الثالث تتقدم فيه هنا القدوم والوصول هنا من تتقدم في هذه اللحظات الفاتنة، علي بن فايل بن حمد الزرعي. وعلى المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الشعارات، ووصلت هنا على المركز الرابع من تتقدم هملولة، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. وعلى المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات ولا زالت الأمور مع مهندة لمبارك بن سالم بن خجيم. العذبة المري، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الأول والقيادة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، المقدمة والتغيير هناك مع الفاتنة. الفاتنة غيرت مجريات هذا الشوط. علي بن فايل بن حمد الزرعي من يتواجد على المركز الأول، من يتواجد مع المقدمة، بينما تليها على المركز الثاني الوثبة مسلم بن رملي بن محمد العامري. وعلى المركز الثالث تتواجد هنا الطيارة حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. وعلى المركز الخامس هنا الوصول من المركز الخامس في هذه اللحظات، أو المركز الرابع، غيرت هنا مقاصيد سلطان بن حمد بن محمد بن قطامي العامري. وعلى المركز الخامس هنا تحركت مهندة مبارك بن سالم بن خجيم. العذبة المري، من يتواجد مع مهندة على المركز الرابع، هنا تقتحم الصفوف وتقير إلى المركز الثالث. الله، نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة والقيادة مع الفاتنة، الفاتنة مع المركز الأول حمد بن عبيد بن مبارك، أو نعم الفاتنة تعود ملكيتها لعلي بن فايل بن حمد الزرعي. وعلى المركز الثاني هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات من قاصدة سلطان من مقاصيد سلطان بن حمد بن محمد بن قطامي العامري. هذه مقاصيد من تحتل المركز الثاني. والمركز الثالث تحركت وتدخلت في هذه اللحظات بشاير سعيد بصغير بن قنون الكتبي، من يتواجد على المركز الثالث. يا سلام، شوف اللي وصلت، شوف الشاهينية، حمد بن محمد بالويهي الجحافي من يتواجد مع الشاهينية على المركز الثاني. ولكن نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة والمقدمة وقيادة هذه الانطلاقة هنا مشاهدين الكرام مع الفاتنة. الفاتنة علي بن فايل بن حمد الزرعي مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط مع الانطلاق الأول. الله، الفاتنة 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 مع الناموس، مع الناموس. هذه الفاتنة مشاهدين الكرام انفردت انفراد كلي. وسلامنا من هنا من ميدان الشحانية إلى سلطنة عمان الشقيقة. هذه لحظة وصول الفاتنة إلى خط النهاية بعد فوزها المركز الثاني. وصلت فيه مقاصد لسلطان بن حمد بن محمد بن قطامي العامري. أما المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث شواهين لسلطان بن محمد بالحب العامري. المركز الرابع، وصلت فملولة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس بشاير لسعيد بصغير بن قنون الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نتابع وإياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول الفاتنة إلى خط النهاية. 9:20 97 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الفاتنة على هذا الانتصار. نهني مالك الفاتنة علي بن فايل بن حمد الزرعي. أما المركز الثاني ووصلت فيه مقاصيد، قطعت المسافة في 9:24 92 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مقاصيد سلطان بن حمد بن محمد بن قطامي العامري. أما المركز الثالث، تسع دقائق 25 ثانية 46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهين سالم بن محمد بالحب العامري على فوز شواهين بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.